حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة حضرموت الفضائية. بداية النشرة بأبرز العناوين. وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا لمجموعتي لجنة كوفاكس بعدن لتهيئة بلادنا للحصول على لقاحات كورونا. محافظ حضرموت يقوم بزيارات مفاجئة لمرافق حكومية ويوجه بإغلاق مكتب الجمارك لاتخاذ إجراءات إدارية، ويعقد اجتماعا بقيادة جامعة حضرموت لمناقشة الوضع الحالي لهيئة مستشفى ابن سينا. اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لبلادنا بقيمة 24 مليون دولار. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناهد حسين. وخلال اللقاء اطلع الوزير بن مبارك على طبيعة الخطط والمشاريع التنموية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة وكيفية تعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه العام لبرنامج الحكومة، مؤكدا بأن العلاقات الإيجابية مع منظمات الأمم المتحدة تقوم على الشراكة الاستراتيجية في التخطيط والتنفيذ والبناء المؤسسي والتنمية المستدامة. وشدد الوزير بن مبارك على أهمية التركيز على مشاريع التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والبناء للقدرات والاستثمار في المشاريع الصغيرة. من جانبها أكدت المسؤولة الأممية على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين كافة المنظمات التنموية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في بلادنا. ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لمجموعتي لجنة كوفاكس لمناقشة إعداد وتنفيذ خطة توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا. استعرض الاجتماع المعني بتهيئة بلادنا للحصول على اللقاحات والإجراءات الفنية والعلمية التي تم اتخاذها بالتعاون مع شركاء الصحة وتحديد الأولويات للشرائح المستهدفة ومنها العاملين في القطاع الصحي والاحتياجات الفعلية لمراكز إعطاء اللقاح وإضافة كادر فني متدرب وتفعيل الجوانب الإرشادية والتثقيفية بين أوساط المجتمع. وأكد وزير الصحة على ضرورة توحيد الجهود لإنجاح عمل اللجنتين والسير وفق الخطط والنظم المعمول بها عالميا، العمل على حشد الطاقات والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والتهيئة الإعلامية والتوعوية اللازمة. عقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اجتماعا موسعا بقيادة معهد جميل غانم للفنون الجميلة، وناقش الاجتماع وضع المعهد والطاقم التدريسي والإداري ومتطلبات الارتقاء بمستوى الأداء في الجانب التعليمي النظامي وإمكانية إقامة دورات تنشيطية للهواة والمهتمين بالفنون التي تدرس بالمعهد. كما ناقش الاجتماع أنشطة المعهد المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة بغرض تطبيع الأوضاع والحياة في الجوانب الثقافية والإسهام بالأنشطة لطلاب المعهد. ووجه الوزير الإرياني بإعداد الخطط والمقترحات اللازمة لبناء قدرات الطاقم العامل في المعهد. من جانبه قدم مدير المعهد شرحا مفصلا عن المشروع المقترح إضافته خلال هذا العام وعلى 3 مراحل، بحيث تتضمن المرحلة الأولى إقامة دورات تدريبية وتعليمية قصيرة المدى، بينما تشمل المرحلة الثانية إقامة دورات تهتم بالطفل، وتشمل المرحلة الثالثة إقامة مهرجانا مسرحيا وتشكيليا وموسيقي. تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني عددا من المرافق الحكومية والأمنية الخدماتية في مدينة المكلا للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي ومدى التزام قيادات المرافق الحكومية والموظفين. وزار المحافظ مكتب جمارك حضرموت في الساعة 8:07 صباحا، ووجد المكتب مغلق بالكامل دون وجود أي موظف حكومي، ووجه بإغلاق مكتب الجمارك لمحاسبة قيادة المكتب ووضع آلية لتفعيل العمل والانضباط بالمكتب. كما تفقد المحافظ البحسني مستوى الانضباط الوظيفي بإدارة شرطة السير بساحل حضرموت، مطلعا على سير العمل ومستمعا من مدير الإدارة العقيد عيسى العمودي
على سير عملية ترقيم السيارات وخطة التخفيف من الازدحامات في الشوارع العامة. وتفقد المحافظ مستوى الانضباط بمكاتب إدارة شرطة السير، وشاهد غياب بعض الموظفين ومدير الإدارات ورؤساء الأقسام، ووجه بمحاسبة المتغيبين وغير المنضبطين. وتفقد المحافظ المبنى الجديد بإدارة شرطة السير، واطلع على خطة اعتماده مكاتبا للإدارات ومواقع لمعاملات المواطنين بمواصفات رقمية حديثة. ووجه المحافظ برفع الدراسات واعتماد مشروع المبنى وبدء العمل في تنفيذه على أن يتضمن إدخال التقنية الحديثة للتسريع بتخليص معاملات المواطنين. وفي تمام الساعة 8:20 زار المحافظ البحسني مبنى فرع شركة النفط بساحل حضرموت، وطاف بإدارات وأقسام الشركة مطلعا على مستوى الانضباط الوظيفي، ووجد غياب المدير العام ونائبه والمدير المالي وبعض الموظفين في الإدارات والأقسام. وأبدى المحافظ استياءه بما لاحظه من تغيب وتأخير لقيادات المرافق الحكومية وموظفيها، حثا مديري وموظفي المرافق الحكومية بشكل عام بالتحلي بالانضباط، وموجها مكتب وزارة الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية إزاء ذلك. من جانب آخر، اطلع المحافظ البحسني على سير الامتحانات النصية للعام الجامعي 2020-2021 في كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة والبترول بحرم جامعة حضرموت بمنطقة فلوك بالمكلا. وطاف المحافظ البحسني بالقاعات الامتحانية بكليتي الطب والهندسة موجها باعتماد مركز امتحاني في الدور الثالث بكلية الطب يتسع ل500 طالب بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. في سياق متصل، عقد المحافظ البحسني اجتماعا بقيادة جامعة حضرموت وقيادة كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة والبترول لمناقشة الوضع الحالي لهيئة مستشفى ابن سينا وضرورة مساهمة الجامعة وكلية الطب في وضع آلية لتقييم الوضع بالمستشفى واتخاذ الحلول والمعالجات الجذرية العاجلة لتحسين وضع المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى. وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قدمت الدعم اللازم في سبيل استقرار العمل الصحي من خلال دعم المستشفى شهرياً وإسهامها في تقليل البطالة وتوفير فرص عمل ل 110 متقاعد من الأطباء بالمستشفى. وبحث محافظ حضرموت إمكانية استخدام أطباء استشاريين من الخارج لتعزيز الوضع الصحي بمستشفى ابن سينا في التخصيصات الأكثر احتياجاً، داعياً قيادة كلية الطب لتقديم الاستشارات ودعم المستشفى للنهوض وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وفي سياق منفصل، وقع المحافظ البحسني على عقد مشروع استكمال شق وسفلتة لطريق الغليلة المقلب أنبيخة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، ويبلغ طول المشروع 9 كيلومتر وبعرض 24 متر، مكون من حارتين وبعرض 7 أمتار لكل حارة، وجزيرة وسطية بعرض 6 أمتار وأكتاف بعرض 2 متر. ويتضمن المشروع أعمال الشق والسفلة والحماية من جهة الوادي وأعمال التحسين، على أن يتم إنجاز كافة الأعمال خلال فترة زمنية محددة ب18 شهر. وشدد المحافظ البحسني على سرعة الإنجاز في المشروع وفقا والمواصفات والفترة الزمنية المتفق عليها في العقد. كرم المحافظ البحسني مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محور حضرموت عبد الله العنقري بدرع المحافظة وشهادة التميز، عرفانا بدور المركز وتدخلاته الإيجابية في مساندة جهود السلطة المحلية وإسهاماته في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية والخدمية والصحية لأبناء المحافظة. أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لبلادنا، والبلغ قيمتها حوالي 24 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2020 ميلاديا. وأكدت السفارة اليابانية لدى بلادنا في بيان لها مواصلة اليابان تقديم دعمها للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الناجمة عن الأزمة الإنسانية. تفقد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بحضرموت الأخ جمال سالم عبدون سير الدراسة بمجمع الميناء التعليمي للبنات بمديرية المكلا. وتعرف الوكيل عبدون خلال زيارة للمجمع من الإدارة المدرسية ولقائه بالطالبات على ما نفذ من الخطة المنهجية وما قطع من المقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. وأكد مدير مكتب الوزارة بحضرموت خلال اجتماعه بإدارة المجمع
على ضرورة الاستفادة من الوسائل التعليمية المتاحة بقاعة المختبر ومعمل الحاسوب وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، مشيدا بدعم السلطة المحلية الممثلة بمحافظ حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة. التقى مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان بحسين بمدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري، وناقش اللقاء آلية عمل الشركة واستخداماتها لمعدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وحفظ القابلة للاشتعال بعيدا عن أماكن تجمع العمال باعتبارها مصدر خطر حقيقي على المنشآت والعاملين في الشركة. وخرج اللقاء بالاتفاق على تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية بشركة النفط وربطها مع إدارة الصحة والسلامة المهنية بإدارة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق فعاليات برنامج الدورات التعليمية ل200 امرأة من مديريات عتق والصعيد وجردان، ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركات خبرات في مجال صناعة البخور والعطور والكوافير وأساسيات اللغة الإنجليزية. ونوه الوكيل لمروق بأهمية هذه البرامج ودورها في تنمية القدرات الذاتية للمرأة واكتسابها مهارات وحرف مناسبة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج التي تتواكب مع توجهات وأهداف التمكين الاقتصادي للمرأة على طريقة تحسين الحياة المعيشية لها. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بالحالة الجوية والبحرية الصادرة من وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا لمجموعتي لجنة كوفاكس بعدن لتهيئة بلادنا للحصول على لقاحات كورونا. محافظ حضرموت يقوم بزيارات مفاجئة لمرافق حكومية ويوجه بإغلاق مكتب الجمارك لاتخاذ إجراءات إدارية، ويعقد اجتماعا بقيادة جامعة حضرموت لمناقشة الوضع الحالي لهيئة مستشفى ابن سينا. اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لبلادنا بقيمة 24 مليون دولار. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة، وللمزيد تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت في حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.